لعبها بالعرض والجول الرابع الجول الرابع وسامة الكرة حلوة لوسامة ملعوبة وعدى وسامة والجول فاضي والجول فاضي يرجع ورا ليه وسامة عرابي هو واحد من الرموز الكروية الهامة داخل القلعة الحمراء من قماشة أصحاب البشرة السمراء والقلوب البيضاء ابن النوب الأصيل فهو كالنوبيين العظام منيب ومنير عزف بقدميه الذهبية مقطوعته الخاصة بها هارموني شديد التوافق على المستطيل الأخضر هو نجم فوق العادة صاحب عطاء وجهد كبير يتمتع بأخلاق عاطرة طيبت ملاعب كرة القدم على مدى مشوار طويل بلغ 17 عاما من الإنجازات والانتصارات هو الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ماشي خش يا مصطفى العبها بالعرض والجول الرابع والجول الرابع وسامة أسامة عرابي البطل المحلي والدولي الذي تحفظه ذاكرة التاريخ والجماهير الغفيرة التي تعشق أخلاقه العالية مثلما استمتعت بمهاراته الكروية وتشهد بأنه واحد من أكبر المعمرين في الملاعب المصرية اعتزل نهاية 99 وفي جعبته 28 بطولة هو رقم قياسي لم يستطع أي لاعب أهلاوي بعد أن خاض أكثر من 400 مباراة لعبها داخل القلعة الحمراء أن يحصد هذا الكم الكبير من البطولات بدأت علاقة أسامة عرابي بالنادي الأهلي عام 1981 بعد انتقاله لصفوف الناشئين قادما من نادي المقاولون العرب احتضنه الكابتن أحمد ماهر مدرب فريق 21 سنة آنذاك بعد مرور عام واحد فقط اختاره الكابتن الجهري رحمه الله وعبد العزيز عبد الشافي مدير الكرة وقتها ليصعد للفريق الأول وهو في 20 موسم 82-83 اشتهر عرابي بلقب الجندي المجهول لأنه كان من أفضل اللاعبين الذين ينفذون تعليمات المدربين في الملعب حيث كان أفضل من يقوم بالدور الدفاعي في وسط الملعب واللعب في الجناح الأيمن والأيسر ليكون بمثابة ماكينة ألمانية لا تكل لا تمل تجوب أرجاء الملعب بخفة وسرعة فائقة قرر أسامة عرابي اعتزال اللعب عام 1999 وهو في 37 من عمره ليعمل مدربا للفريق الأول بالأهلي موسم 2001-2002 مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزي والمدرب العام مختار مختار والمدرب المساعد حسام البدري كان له دور بارز في التتويج بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي بعد أن ترك عرابي الأهلي عمل مديرا فنيا للعديد من الأندية المصرية سواء في دور الدرجة الثانية أو الدور الممتاز كما تولى منصب المدرب العام للمنتخب الأولمبي مع حسام البدري قبل أن يعود في الجهاز الفني للهولندي مارتن يول الذي نجح في التتويج ببطولة الدور الممتاز قبل أن يخوض رحلة تدريبية جديدة مع النصر للتعدين وأسوان وحقق معهما نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها تلكم الأندية كما تولى تدريب الإنتاج الحربي وطنطا ليظل أسامة عرابي حدوتة أهلاوية بارزة من حواديت القلعة الحمراء العبها بالعرض والجول الرابع والجول الرابع وسامة